وانت بقى يا حلوه هتسمعي اللي اقول لك عليه وتنفذيه بالحرف علشان ما تلبسهاش انت. ساعتها اخذ مني التفريغات الفيديوز والتمثال وقالت افضل ضلني مخبيه هالفتره، لكن اعترفت انه نجله الاكل واني انا معي فيديو كاثبات. بعدين اتصل فيي وقال لي انه رسم خطه عقد زواج، وقال لي انه بالمقابل اعترف انه خالد القاتل مش نجله.